السلام عليكم البنات، كل شي بخير، انتم على خير؟ نتمنى تكونوا في صحة جيدة يا رب. غادي ندير معاكم كيف ما تشوفوا الدجاج غسلته مزيان وخليته بات ليلة كاملة، هو تيتسطر راه ناشف، ما فيه لا ملا والو، ما خصوش يكون فيه الماء نهائيا، خاص يكون مسطر مزيان. وغادي نشرملو معاكم، وغادي نديرو بطريقتي انا، تنديرو يفور في الكسكاس. غندير ليه واحد الشرموله وغنعمرو بالشعريه الصينيه. عندنا هذا هو الدجاج، من بعد غندوزو نوريكم كيفاش نديرو باش نديرو ليه التوابل باش نشرملوه. انا غير تنأكد على الدجاج خاصو ما يكونش يلا كسلتوه ديرو. تيكون عندي هنايا القزبور، هنا غير القزبور، عندي القزبور طري وعندي القزبور اللي كنت دقيت معاكم، راني كنت حطيته معاكم في القناه. القزبور ها هو مطقوق، فيه الثومه. انا ما غاديش نستعمل هنا الثومه، ولكن نتوما ديروا الثومه حيت انا عندي القزبور فيه الثومه. انا راه حاطه هنا الثومه، ولكن لقيت الثومه بزاف. انا راجلي وولادي ما تيبغوش الثومه، هي هاد تديروا جوج دجاجات فيهم جوج طريسات ديال الثومه تتحكوهم. انا دابا راه مستغنى على هاد الطريسات، لان عندي هنايا القزبر مدقوق وفيه الثومه مدقوقه. هذا الحامض مصير، هنايا هادو القشور ديال الحامض، هما مقطعاهم طريفات، نص حامضه والنص حامضه، اللب ديال النص حامضه غنديروه هنايا، ندير اللب هنا، وهادو هما نخليهم عاوتاني غنستعملهم. عندي هنايا العصير ديال الحامض، الحامض اخضر، حامضه عصرت النص ديال الحامضه. عندي هنا الخردل اللي مطاب، غادي ناخد جوج معالق صغار، نقولو جوج معالق صغار. الهريسة، حيت هاد الدجاج ضروري تكون فيه الهريسة باش تجيبو لذيذ، نديرو معلقة صغيرة ديال الهريسة. تيجي هاد الدجاج لذيذ بزاف. نديرو معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال السكينجبير، معلقة صغيرة ديال الإبزار، جوج معالق صغار ديال الخرقوم البلدي. نديرو معلقة صغيرة ديال الملح، ناش غيكون عندنا شي حوايج تاني راهم. معلقة صغيرة ديال الكمون، ما نكتروش من الكمون بزاف باش ما يجيناش مر. غندير معلقة صغيرة ديال، طاحت لي المعلقة الحالية ديال السمن، غندير زيت الزيتون شي ثلاثة د المعالق هكذاك، وشي معلقة ديال زيت المائدة.
صافي هاد. وغادي ندير معلقه صغيره حتاني ديال القزبر حبوب مدقوق. وغندير شويه ديال الصوص في قطرات هكا، 3 قطرات ولا 4 ديال صوص الصوجة. صافي من بعد نخلط هادشي بيديا مزيان هكا بسم الله. هاد القياس اللي درت هنا ديال 2 دجاجات اللي غادي يدير تيجي هاد الوصفه هادي تتجيب بالدجاج كوكلي وحتى بالدجاج البلدي. ها هو الدجاج البلدي ما تيطيبش في الكسكاس، تنديروه في الكسكاس ديال الكوكوط، تنديروه في الكسكاس ديال الكوكوط وتنخليوه يطيب بلا كان دجاج بلدي. اما بالنسبه للدجاج الرومي اختاروا الدجاجات هكا يكونوا صغار، تحكوهم بحال هكا بهاد الشرموله هادي مزيان بحال هكا. ضروري اللي مزروب عليه هاد الدجاجات على الاقل خصهم يبقاو مرقدين 2 السوايع حتى 3، واللي ما مزروبش عليهم يخليهم ليله كامله يديرهم في العشيه اولا في الليل، والصباح عادي يديرهم يطيبوا في الكسكس. خصك ضروري تعمري هاد الشرموله هادي، ندخلو هاد الدجاج مزيان. هنا تحت الفخاد تيجي متبل بهاد الشرموله تيجي مزيان. راه ما تيجيوش زوينين بالدجاج الكبير، ما تيجيش زوين، دائما اختاروا الدجاجات اللي يكونوا صغار. اولا داك الكوكلي، داك الكوكلي تيجيو بيه لذيذين بزاف. انا ما موجودش عندي، اضطريت نديرهم بهذا، لكن حتى هاد الشرموله خليتو ليله كامله تيشرب هاد الشرموله هادي تيجي سوي. خصكم ديرو بيديكم هكا باش هاد الشرموله كلها تدخل هنايا الدجاج. انا غادي نخليهم في هذا الاناء، غادي نغطيهم بواحد البلاستيكه باش ما تكونش الريحه ديال ديروا شي حاجه واسعه. وغادي نخليهم يباتوا مرقدين في هذه الشرموله ديالهم يشربوها. حتى الصباح غادي نعقد لهم الرجلين ديالهم وغادي نديرهم هنا في الكسكاس يفورو. هاد الكسكاس اللي تيكون بحال هكذا وغنديرهم فيه، نحط هاد الدجاجات هادو نحطهم هنا في الكسكاس ونخليهم يفورو فوق البرمه. وعاد من بعد نولي باش ندير لهم واحد التوابل ديالهم باش ندخلهم للفران. دا
دابا نخليهم هكا حتى غطين ان شاء الله، غادي عاد نرجع معكم. هنايا راه استعملت غير قزبور، اما هنا الشعيه غادي نستعمل المعدنوس. هنا هاد الشعيره راه فزتها في المطايب، غادي نقطعها نقطعها رقيقه هكا. هي سنبيتها هكا بنت تشرب الشرموله ديالها. هذه بها غنعمر الدجاج. ما تخليوهاش طويله، قطعوها هكايا قطع صغار. هاد الشعرية هادي سنضيف لها الكورنيشو. الكورنيشو هو هذا، هو هاد الخيار الصغير، ها هو قطعته هو هذا. وغنضيف هاد الحامض، القشور ديال الحامض اللب درته في الشرموله، وهاد الحامض هذا غادي نديرو هنايا. عندي ربطه هنايا ديال المعدنوس خضر، اي المعدنوس بوحدو خاص تكون المعدنوس كمية كتيرة. عندي هنا الزيتون مقطع دوائر، ها هو تا هو غادي نضيفو هنايا. عندي شويه ديال الزعتر حبات هكايا. عندي شويه ديال القزبر حبوب، هذا قزبر حبوب تا هو غنديرو هنا. نفس الشرموله اللي درناها ليا غنعاود نديروها هنايا. لبسه ما نكثروش منه شويه. معلقة صغيرة ديال الخرقوم البلدي. معلقة صغيرة ديال التحميرة باش ما يجيش هادشي احمر. الملح غير شوية حتى نذوقو، عاد نزيدو فدا مع شوية الملح. معلقة ديال الخردل. شوية ديال الكمون باش ما يجيش زعيق. صافي غنديرو الزيت البلدية. قياس 4 كاس. شويه ديال زيت المائده حتى هي، حتى هي شي 2 معالق. هنا غندير شويه ديال الثومه محكوكه نص، الجزر عندنا فيه الثومه. اللي تيبغي الثومه يديرها يزيد الثومه، انا غير على وداش ولادي وراجلي ما تيبغوش الثومه، داكشي علاش نقص من الثومه.
صافي هادشي اللي كاين، تنحاولوا هادشي كله. راه كاين اللي تيدير فيها الكبده ديال الدجاج والقنصه، انا ما تعجبنيش بهكاك، كنفضل نديرها غير هكايا صافي، نعمرها غير بهكا. اللي بغى يضيف الكبده والقنصه ياخذ الكبده وياخذ القنصه، يسلقها في شويه ديال الماء مع شويه ديال الملحه ورقه ديال سيدنا موسى، تتسلق ديك الكبده والقنصه، ومن بعد يصفيها ويقطعها طريفات ويزيدها على هذه الحشوه هذه اللي بغى. انا صنفضل ندير لها غير هكا صافي. غادي نزيد شويه ديال الخرقوم البلدي، مسكين جبير. ندير الهريسه، الهريسه هنايا الحشوه تتبغي تكون فيها الهريسه لهاك، واللي ما بغاش الهريسه ما يديرهاش. خاصها ضروري تخلط هكا مزيان، انا حاولت نحركها بيديا لانش غادي نعمر الدجاجات كنت نخلي هاد العملية في الصباح عاد نديرها، ولكن نعمرها دابا معاكم، خلوهم يباتوا معمرين، طيب خلوهم يباتوا ليلة كاملة ولا تال. حاولوا من تبغيو تهزوا الحشوة، هزوا الحشوة هزوا معاها الزيتون والكورنيشو، ماشي غير الشعرية بوحدها، تعمروهم مزيان. هادو لي ستيك حنا غادي نحزمو بيهم، ولكن دابا نخليهم فحال هكا حتى الصباح، عاد نردهم يطيبو في الكسكاس. صافي خليهم هكا، ضروري يبقاو مرقدين شي شويه. الصباح عندينا هاد لي ستيك هذا ديال الدجاج، غادي نربطهم به، اولا ديروا ليهم هاد العيدان هادو حتى هما هي سدوها بهم باش ما تخرجش الحشوه، ولكن راه ما يكونوش طايبين في الطنجره، راه يكونوا طايبين في الكسكاس، ما تخافوش كاع عليهم، غير حزموهم مزيان. حتى الغدا ان شاء الله بيد ما يباتوا مرقدين البنات. هو الدجاج طاب بعد ما نط في الصباح ودرته في الكسكاس وخليته حتى طاب، غير تندير الماء في البرمة وتنحطه في الكسكاس، راه تيطيب دغيا. دار ليا ساعة ونص على عافية مهيلة، وبعد ما طاب قلبته لقيته طاب، درت لي واحد شوية ديال الزبدة ودرته في الفران، تبدل اللون ديالو، تحمر شي شوية صافي، وقدمته بحال هذا الشكل هذا. كل واحد اللي بغى يقدمه باي حاجه يقدمه، اللي بغى يديرو يدير ليه الرز ويقدمه بالرز، اللي بغى يدير ليه شلاضه هكا بالخضر هكا هي مبخره حتى هي يقدمه مع الخضر مبخره، راه مزيان. انا غادي نوريكم البنات كيفاش يجي. شوفوا هانتوما، ها هي الحشوه طابت، هو الدجاج هانتو طايب، شوفوا كيف جا، شوفوا الحشوه هي طابت، كلشي تيكون طايب، غير في الكسكاس باش يخليه تيجي رطب،
الا بخرتوه تيجي رطب هكايا. انتو يا الله، بسلام عليكم، حتى الفيديو واحد اخرين ان شاء الله.